بالنسبة لهاي المعزوفة اختصرتها عنوانها حلو وحلوة المعزوفة بلشها من لا اوكي بتهيأ لي انه في نوعين عجم فيها عجم اوروبي يعني كل النغمات طبيعية فطبيعية زي طبيعية وانه عشيران انه فيه فا دييز سي بيمول بدي اقول لكم انه لانه انا مش عازفة بس لانه عشان تدريب اصابع وريح ادرب صوتي باخر الفيديو ممكن اعيد موازير عشان صوتي
مني.